بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شباب السلام عليكم. يا جماعة الحوار والنقاش اصلا بيكون لاهداف معينة. يعني انا هنا لا من اجي اتكلم عن العلمانية بوضح انه العلمانية باطلة عشان اغني الزول اللي شايفها كويسة انه هي باطلة وقوم شنو؟ يعني يجي معاي في الصح في الطريق السليم. اما الصوره الماشيه بها النقاش الان، النقاش ماشي بها صوره انتصار وهزيمه. انا دار انتصر على ده، دار اهزم ده، والكلام ده يا جماعه ما موضوعي، لانه في النهايه انا لو انتصرت لو انت هزمت في النهايه الحق حق والباطل باطل، بغض النظر عن المنتصر منه والما منتصر منه. ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول شنو؟ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم. تمام؟ يلا ده أول تعليق على المنبر بصفة عامة. وتاني عندي شنو؟ مجموعة بتاعت أسئلة. المتحدث الأول قال حاجتين أو طرح نقطتين. قال يا أخي سيدنا يحيى جاه الكتاب وعمره 3 سنوات. طيب يا جماعة، الشيء أنا شخصيا بعرفه في الدين إنه العقل مناة التكليف. يعني الإنسان في أي عبادة أو في أي تكليف ويشترط فيه الإسلام البلوغ العقل. زول عمره 3 سنوات كيف يعني يتكلف بكتاب ينزل لهم ربنا سبحانه وتعالى؟ معلش الناس ممكن تستنكر السؤال، لكن أنا دار أفهم، دار أفهم السؤال ده سؤال. تمام؟ الشيء الثاني برضو، في زول قال عمره 6 سنوات، ما متأكد ذكر هو من الصحابة ولا من التابعين، صلى بالناس. الزول ده صلى بالناس وعمره 6 سنوات. نعم الزول ده طفل عنده مقدرة على الحفظ، حفظ القرآن، لكن الصلاة برضو تكليف، والتكليف برضو يعني من شروط العقل. يعني احنا هسه في فقه المعاملات الشرعية يقول لك الطفل بقسموه لمراحل. الصبي من 10 سنوات وتحت أفعاله كده ما محسوبة، يعني إلا يجيز ولأمره. من 10 سنوات وفوق عنده أحكام معينة. يعني إذا كان في المعاملات الدنيوية الطفل ده عنده أحكام، في المعاملات الدينية يعني كيف يكون الحكم؟ ده برضو سؤال يا جماعة عشان الناس ما تتحسس. تمام؟ النقطة بتاعت العلمانية والإسلام والدولة، يا جماعة ما عندنا مشكلة. العلمانية كعبة، العلمانيين دار يفصلوا الدين من الدولة. ناس يعني برفض الدين، ودي حاجة صراحة ما في زول بيختلف فيها، لكن السؤال أنا لا من أطرح أو لا من أجي أنقد العلمانية، مفروض يكون عندي مشروع بديل. يعني كيف الطرح بتاع الدولة الإسلامية؟ أول حاجة التساؤل في الطرح بتاع الدولة الإسلامية، كيف يتم اختيار الحاكم في الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم ارتباطه بالوحي وبربنا سبحانه وتعالى كان حاكم في عهده، لمن توفى جاء أبو بكر الصديق بطريقة بتاعت سقيفة بني ساعدة. الناس اتشاورت اتفقت جابوه، ولمن مات أبو بكر أشار إلى عمر بن الخطاب إنه هو يحكم بدله، ولمن عمر دار يموت أشار إلى 6 من الصحابة، في النهاية رسد على عثمان. بعد عثمان جاء الخليفة علي. الخليفة علي رضي الله عنه اتنازل لمعاوية، معاوية اتنازل ليزيد ابنه. بالطريقة دي بقت ملك مشت للدولة العباسية. الدولة العباسية برضو مشت في طريقة تراتبية بتاعت ملك. بعدين جاءت الدولة العثمانية لحد ما نحن وصلنا لحالة الدولة اللسعدة. الفقهاء في مذاهبنا في دين الإسلامي أجازوا طريقة اختيار أبو بكر، أجازوا طريقة اختيار عمر، أجازوا طريقة اختيار عثمان، أجازوا طريقة اختيار علي، أجازوا طريقة اختيار معاوية. طيب نحن هسا في دولتنا السودانية نختار الرئيس بياتو طريقة وفقا للشريعة الإسلامية؟ ده السؤال الأول. تمام؟ السؤال الثاني، الحاكم بعد اخترناه بالطريقة الإسلامية، اخترناه وفقا لأنه هو زول عادل وشايفين فيه انه ممكن هو يقدم لنا الدوله دي اللي قدام. لو النفس البشريه طبعا احوالها مختلفه، الزول ده حاد عن الطريق المستقيم وبقى شنو؟ بقى ظالم. نحن نتصرف معه كيف كشعب وفقا
طريقة وفقا لدين الإسلام أو ديننا يعني. برضو ده تساؤل يا جماعة عشان الناس ما تتحسس. هاي سؤال هاي تمام. الدولة الآن في شكل الواقع لسه فيها سلطات، في سلطة تشريعية، في سلطة قضائية، وفي سلطة تنفيذية، وأصل الفصل بين السلطات والشكل الحاصل ده، ده شكل مستمد من العلمانية وشكل جاي من الدول الغربية ومن الكفار. أنا هنا الكلام ده مفروض نرفضه. يلا في الدين الإسلامي مفروض يكون شكل السلطات وإدارة الدولة كيف؟ ده برضو سؤال يا جماعة، وأنا مسلم زيكم عشان الناس دائرة أعرف، دائرة أعرف الناس ما تتحسس كويس. دي نقطة. طيب يا جماعة، نحن في الدولة السودانية ما كلنا مسلمين صح، 80% 90% نسبة كبيرة مسلمين. في ناس تانين برضو البقعة الجغرافية اللي اسمها السودان دي الأمانة بهم مسيحيين، كجوريين، يهود، لا دينيين، ملاحدة، برضو ديل معانا السودانيين. لو واحد من الناس ديل عايز يحكم الموضوع ده مفروض كيف يعني؟ نحن نخليه يحكم ولا ما يحكم؟ وبعدين حتى إنه مثلا لو قلنا الزول الما مسلم ما يحكم بيات وجه، يعني هو في الدولة معانا سوداني ونحن سودانيين، أنها مفروض لو قلنا هو ما يحكم نعمل دولتنا إسلامية برانا، نطلع الما مسلمين دي نطلعهم برا ذاته، لا يحكموا لا يتدخلوا في شؤوننا لا يقروا معنا لا بتاع، نعمل دولة سودانية يعني إسلامية ونطبق فيها الشريعة بالصورة اللي احنا دارينها. تمام معلش إذا أطلت عليكم. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاب ده في أول كلامه طرح نقطة إنه النقاش يكون نقاش يعني هادف، وما يكون الغرض منه إنه الإنسان ينتصر. والنقطة دي نحن بنوافق على ما في مشكلة، ولكن انت ما بتقدر تحكم على اي ناس يتناقشوا بانه ده غرض ودار ينتصر، انت ما يدريك. ما هو ده نقاش، الغرض منه شنو؟ الغرض ده جوه قلب الانسان. انت ما بتقدر تحدد غرض الانسان من خلال عباراته او من خلال كلامه. لكن على العموم نحن اي نقاش نقاش هادف، حتى لو انت قلت كلام سيء او كلام فيه اساءه او طعن في الدين او غيره، نحن غرض المنبر بتاعنا ده انه نناقشك، وما عندنا مزيد من يعني اي خطوه بعد النقاش نحن ما عندنا، بدليل انه الولد القبالك ده تكلم وقال انا ما معترف اصلا بوجود ربنا، وما حصل له حاجه اظنه قاعد لسه ما في شيء، الموضوع عادي يعني. فنحن بنتناقش حتى لو بس الميكروفون ده يعني ثاني اي شيء انت ده موضوع بخص الحكومه ما بخصنا احنا، ولا نحن بندعو الناس إطلاقا إلى أي حوار دموي، بل بندعو الناس إلى الحوار بالحجة، الحوار بالحجة. بل أنتوا العلمانيين اللي ما بتقبلوا بالحوار بالحجة، ونحن عندنا نماذج وده موضوع طويل خليه في وقته. طيب قال إنه في واحد يتكلم أنا ما أظن بابكر، وقال إنه يحيى عليه السلام ربنا أتاه الكتاب عمره 3 سنوات، وقال دي حاجة يعني معناته التكليف مفترض يكون بعد مزول يعني يبلغ الحلم مش كده، وثلاثة سنوات ده صغير ما مفترض يكلف. أول مهم يعني كسؤال يعني الكلام ده بيجي ولا ما بيجي؟ مين ده مش سؤالك؟ كان سؤالك كان اعتراضك كان أي حاجة. المسألة دي أخواننا في النهاية أمر عند الله سبحانه وتعالى، وممكن ربنا يكلف الإنسان ويديه الكتاب قبال 3 سنوات زاد. عيسى عليه السلام ربنا كلفه بتين، ربنا قال فأتت به قومها تحمله، جاء الشايله أدوب ولدته جاء، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه لأن هي ما قدرت تتكلم بس أشارت له عشان يتولى هو الكلام، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال بدأ يتكلم هو. وفي المهد، المهد معناه شنو؟
ده السرير بتاع الطفل بتاع البيبي، سرير البيبي ده المهد. قال إني عبد الله آتاني شنو؟ الكتاب. أدره في المهد. فما تقول لي 3 سنة ولا القرآن ده فيه كلام برضو تاني. خلاص دي الإجابة. مبسوط كده؟ طيب نمشي للبعدية. قال في صحابي عمره قال 6 سنوات وبصلي بالناس. أيوة ماله؟ والصلاة فيها أنت ما يعني برضو سؤال ده. برضو سؤال. وأنا بجاوبك ما في أي مشكلة، إحنا رايقين جدا يا أخواننا. سؤال بديك إجابة. دار تجي لنا بك منزل معاك. ماشي عديل بمشي معاك عديل. مشكلة كويس؟ أيوة في حريات هنا ذاتها. طيب. الصلاة يا أخواننا في سن بتاعت إنه الصلاة بتصيح فيها، تصيح فيها الصلاة، وفي سن إنك أنت بتكلف بالصلاة. بتكلف بها. الإنسان مكلف إنه يصلي بعد ما يبلغ. أما تصيح منه بتين، بتصيح منك الصلاة بتين ما ميزتها، بسموه التمييز. عشان كده من شروط صحة الصلاة التمييز. ما العقل؟ العقل أو مش العقل، البلوغ هو من شروط وجوب الصلاة، والتمييز من شروط صحة الصلاة. مميز، مميز يعني شنو؟ قالوا التمييز ده كون الشافع تسأله سؤال يفهمه ويجاوب لك. تقول لا أديك بلحة يقول لك هاي، أديك جمرة يقول لك لا ما دايرة. ده معناه ميز خلاص، فهمت؟ ده بعد ده يصلي، ده مش جواب السؤال، يصلي بالناس. والقال له وامشي صلي بالناس ده النبي ذات صلى الله عليه وسلم. والصحابي ده اسمه عمرو ابن سلمة الجرمي، ده قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم، ومعه تاني صحبان وقدره. بعد ما قعد النبي صلى الله عليه وسلم شافوا حنوا لأهلهم، ما الصغير ده بحن لأمه، قال لهم أمشوا ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. قال وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وعمر بن سلمة الجرمي ده مش بيصلي بهم سايدة، ده بيصلي بهم العيد والجمعة. قال ما شهدت مشهدا في قبيلة جرم إلا وكنت أنا إمامهم. الإمام في أي حاجة إمامهم. حتى كان عنده جلابية بتاعته قصيرة بتبدو منها عورته، فامرأة من النساء قالت استروا عنا استقارئكم، قال اشتروا لي حلة جديدة، جلابية جديدة يعني. قال ما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذه الحلة، لأنه صغير لسه في سنه. ما في مشكلة يصلي صغير وكده. أسيتوا ما عندكم كنداكات صغار كانوا هنا الاعتصام، وقالوا النشايد بتاعت الكنداكات وكده، مش كانوا في واحدين صغارين كده ده؟ طيب ده قبلتوها منهم كيف يعني؟ مش مشيتوها قبلتوها؟ فهي ما تزعل يا أخي، خليك عادي أنت، بلد ما فيها حريات يعني. قال ما شنو؟ ما تتحسحس، بس خلاص ما تحسحس. بعد ذلك قال كيف يكون طرح الدولة الإسلامية. طيب كيف أنت عندك الإسلامية من وركلة، كيف أنت عندك طرح الدولة العلمانية؟ طرحها شنو؟ وعرفنا العلمانية. وعرف لا معلش، هم علماني دي خليها. أنا ما بسأل يا إخوانا، ما من حقي أسأل؟ أنا ما سألت، قلت لك أنت كعلماني عندكم كيف؟ قلت لك كيف طرح الدولة العلمانية؟ ما ده سؤال ساي، ما في حاجة، في اتهام؟ أنا برضو بسأل يعني. كيف يكون طرح الدولة العلمانية؟ ومبادئها شنو؟ ومن كتب هذه المبادئ؟ أنت لو جبت لي مبادئ كاتب أي شخص، أنا من حقي بمبدأ العلمانية إنه أرفضها، صح ولا ما صح؟ من حقي أرفضها ولا ما من حقي؟ أيوة تلزمني بها ليه؟ خلاص إذا أنتوا كعلمانيين لو دارين تعملوا دستور يرضي الجميع، مفترض تعملوا للشعب السوداني دستور بعدد الأرقام الوطنية. دستور بعدد الرقم الوطني، لأنه أي زول عنده رأي براو، ما ممكن يكون في واحد تاجر عملة. دائرة الدستور بتاعك ده يكون كله بطريقتكم، ما عندكم معاشرة، لكن بس العملة دي ما تسألوه. وفي واحد تاني تاجر مخدرات، دائرة أي شيء ما عنده معاه قضية، بس مخدرات ودي ما تهبشوا عليه. وفي ستات مريسة
دائرات برنامج المريسة ده متحف شو؟ وفي كيزان قاعدين معاكم ولا ما في؟ في كيزان دايرين بنظام كوز تفتح له انه يملى كرشه تمام، داير قوانين تبيح له انه هو يعني يستمتع بالحياة دي بالطريقة اللي هو دايرة. انت هتقدر تعمل قوانين للناس دول كلهم ولا هتعمل على اي اساس؟ اذا نحن بنقول القانون او طرح الدولة الإسلامية عندنا مبنية على الآتي، عبارات محددة بس انت افهمها معي كويس. الدولة الإسلامية عندنا تكون بأي نظام يصلح حال البلد ولا يتعارض مع نص من نصوص الدين، بس ده الموضوع. انت داير في الدولة السودانية تعمل استوبات في الشارع وتعمل استراحات وتعمل اي نوع من انواع التطور، زراعه، درت تاجر في الذهب، اي شيء تعمله ما لا يتعارض مع نص قراني. دي القاعده بتاعتنا. الاقتصاد الاسلامي لو سالتني منه كيف يكون الاقتصاد الاسلامي، بقول لك اشتغل اي شغل يصلح البلد ويجيب قروش وينمي بلدنا وما يختلف مع ديننا، بس ما يختلف مع الدين. عندنا الاحتكار حرام، الربا حرام، بيع الغرر حرام، بيع ما لا يملك حرام. انت داير اعمل حسابك منين وما تتعامل بين تاني، ما في مشكله اشتغل زي ما انت داير. دي الدوله الاسلاميه، كويس؟ عشان كده عرف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكميه انه الاقتصاد الاسلامي او تبنى قواعد الدوله الاسلاميه على ما لا يخالف الشريعة الإسلامية، مش على ما نصت عليه الشريعة، لا، لأن الشريعة نصت على أشياء محددة. الليلة لو جيت تفتش مثلا نظام البنكي جديد أو نظام الحواسيب أو نظام التلفونات دي أو تحويل الرصيد أو غيره، ممكن تقول لي يا أخي تحويل الرصيد ده جاء في القرن 19 وده زمان ما في والقرآن ما تكلم عنه. أقول لك أيوه ما تكلم عنه، لكن انت فهمك للشريعه انه كل ما نصت عليه الشريعه ده هو الشريعه، لا، نحن فهمنا للشريعه واداره الدوله ان تدار الدوله بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه، ده موضوعنا. بالنسبه لطريقه اختيار الحاكم، قال في طرق كثيره منها، قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه كانت الخلافه جاءت بالشورى او عفوا بالاختيار والاجماع عليه، وبعده قال صح يعني، الا بس قال شكلها دي زلت لسان، انا احسن بك الظن كمان، انه قلت علي بن ابي طالب تنازل لمنه؟ لمعاويه. لا هو ما تنازل له، هو ما تنازل له، علي بن ابي طالب قتل وبعد ذاك الناس بايعوا معاويه، واللي تنازل له ولده هو الحسن، ودي شكلها زلت لسان كده، مش ظريفه؟ ايوه مشينا كويس. وبعد ذاك قال طرق اختيار الحاكم دي كلها جاب صح اختياره كده، اللي تمت بالشورى واللي تمت بالاختيار واللي تمت بالبيعة واللي تمت بكده، وبعد ذلك قال نحن نختاره كيف؟ اختاره بواحدة من الطرق اللي قلتها دي بس؟ ده ما ذكرت لك خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، صح؟ الخمسة دي ما عجبتك واحدة؟ بأي واحدة منهم ماشية؟ بل أنا بزيدك من الشعر بيت، عندنا واحدة تاني حرام، اثنين حرام، الانتخابات اللي بيعملوها دي حرام، اثنين الانتخابات حرام، دي ما صح، اوريك ليه. اولا ما هي الا انت، اولا الانتخابات بتختلف من الشورى، لان الشورى بيستشار فيها اهل الحل والعقد، يعني ديل الناس الفاهمين اهل العلم، ناس عندهم علم وعندهم فهم، ديل بيستشيرون استشارة، ودائما الشورى بياخذوا الرأي الصواب، ده في الشورى، يعني لو قعدوا ناس يستشاروا وده الناس فاهمين وعلماء وعاقلين وبيفهموا وضع البلد واستقرار البلد كيف والبلد تمشي ذات اتجاه، ناس فاهمين استشرناهم بنختار الرأي الصواب. أما طريقة الانتخابات ما بيختار الرأي الصواب، بيختار الرأي اللي عليه أغلبية، وفي فرق بيناتهم، لأنه الأغلبية
في الغالب ما بكون رأيهم صح. واثنين الرأي الأغلبية ممكن يشترى وممكن يأتي بالتغبيش وبالخم، بيجي بالخم. عشان كده بقول لك دائما الديمقراطية تخدم أصحاب المال. انت الليلة لو داير تعمل انتخابات، انتخابات بتديرها كيف؟ بالقروش. شان تمشي تركب مواصلات وتمشي لغرية تمدغين هناك وتمشي لوين وتمرقة في الضعين وكده. انت عندك قروش بتشتغل، ما عندك قروش اللي بيسمع بيك منو جاته اللي بعرفك منو دار قروش. عشان كده اصل علمانيين شاردين من الانتخابات ضد الكيزان صح؟ ما ديلك بالعين عندهم القروش وبيقدر يشتروها بالزرايب دي بالزريبة، زريبة كاملة بلموا في الشيخ بيرجعوا لك بعربية أوباما بكرة بجيب لهم زريبة. ما فاهمين أي حاجة. بصوت جد. وانت العلماني بتكون شغال بتنططلي وانقينة والرؤى وإن بسغت إن بسغت بتاع شنو الشغل ده بالزرايب. فهمت؟ عشان كده رأي الأغلبية بيشترى ورأي الأغلبية في الغالب ما بكون صح. ما شغل بتاع جماهير ده ما بكون الرأي الصحيح. ولذلك الإسلام يقر نظام الشورى ولا يقر نظام الانتخاب. ما بقر نظام الانتخاب. وربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دائما الكترة ما فيها فهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الكتار. دائما بيكون شغالتهم شغله بتاعت خمسة وما فاهمين، والفهم دائما بيكون عند كل من الناس. طيب اثنين مسألة الشورى ولا والديمقراطية. الديمقراطية مبنية على رأي الأغلب والشورى مبنية على الرأي الصحيح. ودي مسألة مهمة يا إخواننا. عشان كده الإسلام دي وسيلة من وسائل عندكم ما بقرة. الوسيلة الثانية وسيلة التغلب، وبرضو الإسلام ما بقرها، دي حرام. التغلب يعني شنو؟ يعني يجيب الدبابة، دي حرام في الإسلام. وإنتوا بتقولوا عيب، لكن لما تجوا الإسلام بتعيبوه برضو، مع إنه الإسلام ما بقر الوسيلة دي. حاكم إذا فجر أو ظلم، ودي أظن سؤال قبل الأخير بتاعك أنت، إنه نحن نتعامل معه كيف؟ عندنا في الشريعة الإسلامية الحاكم ما بينافسه. وانت لما تيجي تنظر لي للموضوع ده تقول لي يا اخي احنا ما نرضى بالظلم. ما في زول قال لك ارضى بالظلم ولا الاسلام بقر الظلم، لكن الحاكم يوجه وينصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تمشي له عنده هناك وتتكلم معه تدي الحقائق المرة وخليه يقتلك بعد ذلك. ده الاسلام كده، انك انت بتصلح الحاكم لكن ما بتمشي عشان تهدم الحاكم وتجيب غيره. والطريقه دي يا اخواننا دي طريقه بتحفظ اول حاجه امن البلاد وبتحفظ سلامه الناس. زي ذولك القبارك المرهف ذاك كان بس مشكلته كله القتل والدماء. الاسلام عشان يحافظ على الدماء دي ذاته قال لك والا ننازع الامر اهله. ما تعمل لك مشاكل مع الحكومه، انت ما تعمل معه مشاكل، امشي انصحها ووجهها. ان قبل الحاكم الامور بتمشي، لو ما قبل الاسلام راعى على حاجه ثانيه انت ما قاعد تراعي ليها. اقصد العلماني، انت ما 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 معه كويس. العلماني ما بيراعي ليها اللي هي انه الحاكم ده ممكن يا اخواننا يكون غشوم وظالم وفقر جدا. شفت يكون ظالم الرعيه ما لاقي حقك، لكن انت لو مشيت مركت عليه ده بيزيد لك زياده بيقتلك. وبعد ذاك انت زمان كنت بتشكي انه عيش ما في والبنزين بقى غالي والصفوف، بتجي تكوس تلقى بنزين زاد وما في. هسه بتاع سوريا ده شايف عامل فيهم شنو؟ ما ندمهم كلهم على اليوم المرقوا فيه. ولا غشهم منه؟ غشهم الكيزان، غشهم الكيزان. ناس سوريا اخرجوا وجوهم ناس العريفي وناس منو، ما شفتهم في الفيديوهات؟ ثوروا ان الله لم يخلق شعبا يستكين، وهو ضارب الكنديشن ده غادي. ثوروا قال لهم مرقوا
الآن الزول قاتل قريب مليون سوري، قريب مليون، وشرد كم من القاعدين معانا في السودان هنا والقاعدين في غيره من الدول المجاورة، شردهم. يلا الإسلام راح لأنه ممكن يكون الحاكم ظالم، لكن الصبر عليه بيظلم ده أخير ليك من إنه البلد تنفجر وتبقى حرب أهلية زي ما حاصل الليلة وانت شايف في عينك براك. بل أنا أديك زيادة في قاعدة وضع الإسلام، إنه ما من ناس خرجوا عشان يبدلوا ظلم بأمر جديد إلا وكان الجديد أسوأ من الأول. ده أنس بن مالك قال لهم الكلام ده وقال لهم سمعته من نبيكم. ونحن النموذج ده عشناه ولا ما عشناه الليلة؟ احنا الآن عايشين واقع معاش. ناس مرقت الثورة الدولار كان كم؟ 40 والليلة كم؟ بيسوء الكيزان دين بيسوء ونشرهم ده. الليلة الدولار كم؟ 96 مرق 100 وجراجع تاني كويس؟ نحن وضعنا كان كيف؟ ماشيين لأسوأ وما يقدر زول يقول ليلى. خليه يقدر واحد يخش هسه يقول ليلى، كلامي ده غلط؟ تعال العيشة كان بكم؟ ذاتها هسه الله يلمنا فيها العيشة ذاتها وينها؟ ونحن وقت بنقول الكلام ده كانوا بيقولوا لنا انتوا دايرين الكيزان يا ناس، والله نحن ما دايرينهم ولا يوم من الايام تمنيناهم ولا اشتهيناهم ولا في ذول باكي على الكيزان والازل ازونا له والكيزان. نحن والله ما ازو كل ويتو، والله بحليفته ما ازو كل ويتو، لانه انتوا ازوكم في دنياكم ونحن ازونا في دنيانا زيكم وزياده عليه ازونا في ديننا. انتوا ما ازوكم في شيء، فهمت؟ في دينك وينه انت ذاتك؟ دينك في دينك شغال بيته، تلقيزان كان قال لك سوى الدين انت بسوي؟ انت ما عندك دين ذاته يعني ازوك فيه، فهمت؟ ده الواقع، ده الواقع الناس عايشاه والان وما في الدين بلد. الكلام ده قاله ابن تيميه قبل ما يموت، قبل سنة 827 قبل ما يموت ابن تيميه قال ما من دوله خرجت على سلطان الا وجاءت بشر اكثر مما خرجت لازالته. الكلام ده قاله ابن تيميه سنه 700 وحاجه او 800 وحاجه. الليل الكلام ده ما واقع؟ الدنيا بلد اتصلحت، وين اتصلحت؟ تونس رجعوا الكيزان ثاني. انت ما فاهم الحاصل ولا شنو؟ قال اتصلحت، قال يا ولد الكلمه دي كان سمعوها بنجموه ده بالله يا ناس ما في نموذج. ونحن والله نتمنى انه وضعنا يستغير على كده، انه ما تكون في بلدنا دي حرب اهليه. احنا الحمد لله هذا رايقين وظريفين ونجي نناقش ونتونس، لكن لو دورت حروبات نحن بلد فيه كميه من العنصريه لا يعلم بها الا ربنا. نحن عندنا ضغائن عنصريه موجوده في المجتمع ده موروثه لزمن طويل جدا. دي لو انفجرت وقامت الحروب على اساس عنصري وعلى اساس طائفي البلد دي ثاني والله الا يثبت ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بس على ده ان شاء الله تستغل. طيب قال الفصل بين السلطات، ده بقى موضوع طويل. الفصل بين السلطات ده بيفصل بين الحاكم الفوق الكبير. الحاكم ده بيجعل سلطاته، دي ما فيها مشكله في الشريعه الاسلاميه كون تكون في سلطة قضائية وتكون في سلطة تشريعية وكده، لكن في النهاية السلطة التشريعية ذاتها إنها تشرع وفق الشريعة الإسلامية وما فيها مشكلة تانية. ويفصل بين السلطات الحاكم، والحاكم حتى بيفصل بين العلماء ذاته لو اختلفوا العلماء، ويجي الحاكم يختار رأي من الآراء اللي اختلفوا فيها العلماء، إن كان للرأي مساغ يعني يبقى كلام الحاكم هو الفيصل بيناتهم كلهم. أيوة زي شريح القاضي لو انفصل بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وافضل انسان كان عايش في الوقت ذاك، وبين يهودي ساي يعني ما مؤمن ذاته. اخيرا في ناس قال غير مسلمين وقاعدين معانا في البلد دي وعاوزين يحكموا. طيب سؤالنا لهم، مش هم غير مسلمين؟ هم بمثلوا قله بالنسبه لنا نحن ولا ما كده؟ هسه في الركن ده المسلمين كم؟ ارفع يدك. ما في، انا ما عارف انتوا بتنادوا لكم لناس وينهم ذاتهم.
شنال وينو؟ وينو ما المسلمين دلهم؟ ما في هم اصلا. ولو في شويه كده. طيب هو ده الما مسلم ده لو جاء بيحكمنا نحن المسلمين بالشريعه الاسلاميه ولا بغيرها؟ ما حيكمنا بالشريعه الاسلاميه صح؟ طيب يا اخواننا انتوا بنفس الخطاب بتاعكم ده ما تمشوا تقولوه هناك في امريكا وتقولوا للبريطانيين وقولوا لاسرائيل قول لهم نحن دايرين من باب العداله دايرين حاكم مسلم لامريكا يحكمهم بالاسلام بيقبلوا؟ طيب نقبل نحن ليه يعني احنا ليه ما لنا بس ليه نقبل؟ يا اخوانا انتوا ما تخافوا الله كله كله يا اخي اغلبيه ساحقه للمسلمين اليهود كم انت لقاك يهودي قبل كده في البلد دي؟ انا لليله دي عمري فوق ال 30 سنه ما لقاني يهودي ذاته لا في يا ما في النصارى ديل كانوا تابعين للجنوب اغلبهم الان فضلوا الكوبتيك اللي جاي ديل الاقباط وده شويه هم كم الاقباط ذاتهم قاعدين بس جوا جاي في الكنيسه بتاعت بحري دي كويس شو حبه كده وشويه نصارى حبه شويه معقول ديل يجي واحد منهم يقول انا ده احكمكم كلكم كده احكمكم لا ده هسه خليك بالدين بس السودانية هسه ما حقاره عليك الله ما حقاره يا ناس انتوا تحقروا بينا في بعد عمرنا ده كله تحقرونا يعني يعني نحن المسلمين جاتنا نبطح ويجي ذاك يحكمنا ذاك لا مسلم معانا لا ده باي حد يحكمنا باي حد الدين اي قانون في الوطن دي اي قانون قانون اسلامي قانون ما اي قانون بس يحكمنا به ده الدين قانون بالديمقراطية اسألك بالله الديمقراطية بيجيب لها حاكم نصراني اللي يجي يتصوت اللي مش الترشيح اللي احنا ما دارينه الانتخابات دي خليه ينزل انتخابات مش اسمه بطرس ميخائيل خليه ميخائيل ينزل يا ناس يا ناس هو اسمه كان اسمه ميخائيل والله ان جاب الاسلام السودانيين ما يقبلوا به اسمه ميخائيل يا اخي باي منطق انتم بتتكلموا الان عن عداله وعن منطق باي منطق بلد اغلبيتها الساحقه مسلمين تقولوا لا لا نحن دارين واحد ما مسلم يحكمكم باي حق يا ناس ما تخلونا نزعل ما عنده حق يحكمنا بعدين اقول لك قوله هو ما عنده حق اصلا يحكم بغير الاسلام حتى لو في بلد في بلد ذات كفار ما عنده حق ليه لانه هو في ذات نفسه نحن نقاشنا معاه انه هو ما عنده الحق يختار ما يشاء بمزاجه انه عنده خالق انت بتتكلم الان على الحقوق وتقول لي حقنا والبلد دي حقتنا طيب ربنا الخلق البلد ما عنده حق يا عليك الله السيدة لو صنعت لك خلاطة الصيني اللي بيصنع له خلاطة بيجيب لك معاه كتالوج ولا بيجيب لك ساي بيجيب لك معاه كتالوج بيقول لك بيركبوها في الكوبس وبعد ما يركبوها تدوس الخضراء بتخلط تدوس الحمراء بتقيف انت ممكن تجي تشيل الكتالوج تجي تقول له لا احنا دارين نخلط بالحمراء ونوقف بالخضراء عليك كيفك وعليك كيفك انت الصيني صيني ما بتقدر تخالفه انت صيني ما بتقدر تخالفه والله ما تقدر تخالفه سوالك بالخضراء خضراء تجي تطبز للصباح ما بتخلط لك اي شيء تاخذ لك عجوره جوا ما بتخلطها للصباح ده صيني يا اخي صيني ما بتقدر تخالفه انت نجي نخالف نحن رب الكون اللي خلقنا كلنا ربنا يا اخي قال كده قال وان احكم بينهم بما انزل الله ثاني في كلام ربك اللي خلقك يا اخي تفتروا على الله اللي خلقكم ودار يصلحوا لنا البلد ما بيصلحوا انتوا يا ناس هنا الكيزان اللي بيقولوا لا اله الا الله وحراميه جاطوها خلي انتوا لا اله الا الله ما تقولوها وديلك اللي بيقولوا هي لله طلعوا عيننا خلي كمان تجينا هي لله ذاتها ما بتقولها المهم تاني ما في حاجه فرصه مفتوحه